مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الأخبار، بنرحب بحضراتكم. حلقة جديدة من هذا الصباح على مدى ساعتين من الآن وحتى العاشرة صباحا هكون معاكم في حلقة جديدة مليئة بالمواضيع والحوارات والأخبار. ومن ضمن مواضيعنا النهاردة حوار عن تقرير المفوضية الأوروبية وتأكيده على أهمية الشراكة مع مصر وإشادته بالإصلاحات الاقتصادية في مصر. هذا التقرير ومثل هذا النوع من التقارير مش بس بيعكس رأي التجمعات الاقتصادية الكبرى في العالم في الإصلاحات الاقتصادية، ولكن أيضا بيشجع على الاستثمار في مصر وبيساهم أيضا في التنمية الاقتصادية في مصر. هنتكلم أكثر عن فوائد هذه التقارير وعن الأداء الاقتصادي المصري بشكل عام من خلال حوارنا النهاردة في هذا الصباح، وحوار آخر أيضا في حلقة النهاردة عن مبادرة أطلقها خبير مصري بالهيئة الصينية للأنظمة الذكية. هذه المبادرة أطلقت مع مؤسسات حكومية للتدريب المجاني وتوعية الشباب والأطفال بكيفية التعامل مع أنظمة التأمين الإلكترونية وعن طريق إنتاج أفلام كرتون توضيحية. هنتكلم أيضا أكثر عن هذه المبادرة من خلال حلقة النهاردة في هذا الصباح، بجانب حوارنا اليومي المعتاد مع بلاط صاحبة الجلالة واللي بنستعرض فيه بالعرض والتحليل آخر وأهم عناوين الصحف الصادرة في القاهرة في صباح اليوم. فقرات وحوارات كثيرة في هذا الصباح ووقفات اقتصادية ورياضية، كل ده وغيره من الفقرات هيكون معنا في حلقة النهاردة من هذا الصباح، ولكن بعد الفاصل. صباح الخير، صباح جميل عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن اول الخطوات اللي ممكن نعملها بعد العمليه اللي بتحصل للرباط الصليبي، وايه اهم الحاجات اللي بتحصل بعد العمليه. طبعا بعد اي عمليه بيحصل حاجه اسمها انفلاميشن او التهابات جوه الركبه، بيحصل سويلنج ارتشاح، والرينج اوف موشن او المدى الحركي بيبقى ليميتيشن يعني محدود، والعضله الاماميه بيحصل فيها حاجه اسمها انهيبيشن يعني ما بتقدرش ان انت تعمل انقباض او انبساط، وفي نفس الوقت بتبقى مش قادر تدوس على رجليك وبتبقى ماشي بوقازين وبيبقى عندك الم جامد في الركبه. فايه اهم الخطوات اللي تقدر تتعمل في الاول عشان خاطر نتحكم في كل الحاجات اللي احنا قلناها من شويه؟ معانا كابتن محمد هنوضح عليه الكلام ده مع بعض دلوقتي ان شاء الله. دلوقتي اي حد بيحصل له مشكله في الرباط الصليبي زي ما قلت من شويه، العضله دي بتبقى فيها اتروفي يعني ضمور، وفيها انهيبيشن يعني مش قادر ان هو يعمل انقباض او انبساط، وركبته بيبقى فيها سويلنج يعني ارتشاح كبير، وحركه الصابونه ديت بتبقى ليميتيشن يعني بتبقى محدوده ومش قادر يعمل اي تانيه او فرد للركبه. اهم تمرين بنقدر نعمله في الاول حاجه اسمها كوادري سيت، بنجيب زي فوطه او بنجيب مثلا كيس رمل ونحطه تحت ركبتنا بالطريقه ديت، وبنراعي ان كعب رجليه يبقى ثابت على الارض ومش رجليه لورا، واعمل سكويز او ادوس لتحت جامد بريشر جامد، واضغط عدني من 1001 ل 1010 وكررها على الاقل 10 مرات، يعني بعد 10 ثواني 10 مرات. ليه 1001 لغايه 1010؟ لان لو قلت 1 2 3 4 لغايه 10 على طول مش هجيب الثانيه. بعمل سكويز او بدوس تحت جامد وافضل ثابت اعد 10 ثواني واريح وكررها 10 مرات. ده تمرين مهم جدا لان هو بيعمل كونتراكت او بيعمل انقباض للعضله الاماميه، وفي نفس الوقت بيخلي الانهيبيشن او عدم القدره على الحركه يرجع تاني بسهوله وتبتدي العضله تشتغل ويبقى فيها اكتيفيشن او تبتدي تشتغل. ده اول تمرين. لما العضله تبتدي تتحرك شويه ويبتدي يحصل انقباض يبان في العضله، بيبتدي نعمل حاجه نبتدي نزود المقاومه اكتر من خلال حاجه اسمها ثيرا باند استك مقاومه. بنحط بين رجلينا الاثنين. اتفضل يا كابتن محمد. نعمل هنا. التمرين ده برضه بيبقى حاجه اسمها ايزومتريك كونتراكشن او تمرين ثبات. بخلي مشط رجلي لورا والشد الاماميه جامد واثبت رجلي السليمه على الارض وارفع برجلي واقاوم الاستيك لفوق، وابتدي ان انا اعمل تكرارات 10 في 3 او 10 في 4. ده برضه تمرين مهم لان هو بيعمل كونتراكت او انقباض جامد للعضله الاماميه عشان خاطر يخلي العضله ديت تبقى اكتف اكتر او تنشط اكتر، فبالتالي لما العضله تقوى شويه يخلي السويلنج او الارتشاح اللي حوالين الركبه يقل. بنراعي كذا حاجه بنعملها في اول العمليه او بعد العمليه، ان احنا بعد اي حد ما بيحصل له الارتشاح والورم او الالتهاب اللي جوه الركبه بنراعي ان احنا نعمل ثلج كل ساعتين 10 دقائق خاصه بعد ما بنفك الغرز ونتاكد ان الجرح التئم خلاص. تاني حاجه بيرفع ركبته او رجليه فوق حاجه عاليه
كل ساعة مثلا لمدة ربع ساعة عشان خاطر يقلل السولينج اللي هو ضد الجاذبية أو عكس اتجاه الجاذبية. رقم ثلاثة، لازم إن احنا في البيت نعمل حركة موبيلتي أو حركة للصابونة يمين وشمال وفوق وتحت باستمرار عشان خاطر نخلي الباتيلا أو الصابونة ترجع لوضعها الطبيعي، فده هيساعدنا أكتر في عملية التني والفرد بصورة كبيرة. إن شاء الله الحلقات الجاية هنوضح أهم التمارين اللي ممكن نعملها للتني واهم التمارين اللي ممكن نعملها للفرد، ولما المدى يزيد شويه ايه اللي ممكن نقدر نعمله، وان شاء الله ازاي نقدر برضه نقوي الكور الجذع والجليتيوس الاليا. اشوفكم ان شاء الله على خير الحلقه الجايه ونوضح مع بعض اهم التمارين اللي ممكن نعملها مع بعض. السلام عليكم. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا الكرام، ونبدا حلقتنا النهارده من هذا الصباح باطلاله سريعه على احوال الطقس ودرجات الحراره. ومعانا على الهاتف الدكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد. صباح الخير يا دكتور ايمان. دكتور ايمان شاكر صباح الخير. دكتور ايمان شاكر خبيره الارصاد صباح الخير يا دكتور. واضح ان في مشكله في الاتصال، هنحاول نوصل للدكتور ايمان مره ثانيه، ولكن خلينا نبدا سريعا حلقتنا بمجموعه من الاخبار المتنوعه، وهنبداها مع الاديب المصري الراحل الكبير الاديب نجيب محفوظ، واللي احتفلت مصر امس بمرور 107 اعوام على ميلاده، بالتاكيد صاحب جائزه نوبل للاداب عام 1988. نجيب محفوظ وقيمته وإسهاماته الكبيرة في الأدب المصري والأدب العربي بشكل عام، واشتهرت رواياته بقدرتها على تقديم صورة واقعية لمراحل التطور السياسي والاجتماعي لمصر خلال القرن العشرين. خلونا نستعرض أكثر عن إسهامات نجيب محفوظ من خلال هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية. وسبعة أعوام مرت على مولد الأديب الراحل نجيب محفوظ رائد الرواية العربية الحديثة والحاصل على جائزة نوبل في الأداب عام 1988، والذي أثرى العالم بالعديد من الكتب والروايات التي ظلت خالدة حتى يومنا هذا، وألهمت العديد من الكتاب والمؤلفين وأبهرت العالم. ولد نجيب محفوظ في 11 من ديسمبر عام 1911، ودرس الفلسفة في جامعة القاهرة، ثم عمل سكرتيراً برلمانياً في وزارة الأوقاف، وبعدها كمدير لمؤسسة القرض الحسن، ثم كمدير لمكتب وزير الإرشاد، وبعدها عمل مديراً للرقابة على المصنفات الفنية، ثم مدير لمؤسسة دعم السينما، وبعدها عمل مستشاراً للمؤسسة العامة للسينما والإذاعة والتلفزيون، وأخيراً كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما، وفي النهاية أصبح كاتباً في مؤسسة الأهرام. اشتهر محفوظ في الأدب العربي بقدرة رواياته على تقديم صور حية وواقعية لمراحل التطور السياسي والاجتماعي لمصر خلال القرن العشرين، وحيث بدأ الأديب الراحل الكتابة في سن 17، ونشرت روايته الأولى عام 1939، وتم إصدار 10 رسائل له قبل الثورة المصرية عام 1952، كما نشرت روايته الشهيرة أولاد حارتنا عام 1959، وفي سياق جديد قدمت الأحكام السياسية تحت الاستعارة والرمزية، كما قدم تاريخاً اجتماعياً لمصر بعد الثورة في رواياته اللص والكلاب، الخريف والسمان، وثرثرة فوق النيل. وقدم الأديب الكبير الذي رحل عن عالمنا في 30 أغسطس عام 2006 ما لا يقل عن 30 رواية وأكثر من 100 قصة قصيرة وأكثر من 200 مقالة، كما ساهم في تاريخ تطوير مصر الحديثة على مدى 5 عقود في 33 رواية و13 مجموعة مختارة من القصص القصيرة والعديد من المسرحيات و30 سيناريو. مسابقة جديدة أقامتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة السياحة وأيضا الاتحاد الأوروبي، اسم المسابقة هي شيف المستقبل، شارك فيها حوالي 10,000 طالب من طلاب المدارس الفندقية. المسابقة الحقيقة يعني بتهتم أكتر بالتعليم الفني، يمكن في ظل اتجاه الدولة في المرحلة الأخيرة
بهذا التعليم، وأيضا دعم قطاع السياحة واللي بيعد من أهم القطاعات الحيوية المؤثرة في الاقتصاد المصري. نتابع أيضا هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية. مهارات عملية وفنية اكتسبها هؤلاء الطلاب الذين وصل عددهم لنحو 10,000 طالب تقدموا إلى مسابقة شيف المستقبل من نحو 50 مدرسة حكومية. احنا بنحكم على الهيجين أولا اللي هو المستوى الصحي واستخدام كل المعدات، بنحكم على طريقة التقديم للطبق، بنحكم على التيست اللي هو الطعم للطبق، وبالتالي نختار الفريق الأفضل من المدارس. ومش ده الهدف الأخير إن هو يبقى الفريق الأفضل، الهدف إن هو يبقى فيه تنافس، إن هو يبقى فيه تعلم، إن هو يبقى فيه تدريب فني. أولاً اتعرفت على زمايلنا من كل محافظات الجمهورية تقريباً، شفنا شيفات يعني شيفات من كل حتة، اللي احنا شيفات من إيطاليا وشيفات من أسبانيا جايين يعلمونا، جايين يفيدونا بخبراتهم. حتى الشيفات المصرية اللي هم تعلموه بينقلوا لنا عن طريق الخبرات بتاعتهم، واستفدنا في المسابقة كنا في المعسكر في الجونة، كانوا الشيفات كل يوم بيدونا معلومات أكتر فأكتر، فكانوا بيدونا مثلا أنواع التسويق كلها، أنواع التقطيعات، الكلام ده كله. الطلاب المشاركون في تلك المسابقة التي تقام تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والسياحة والاتحاد الأوروبي حصلوا على العديد من التدريبات في مدينتي الأقصر والجونة حول المهارات الخاصة بالمطبخ قبيل دخولهم لتلك المسابقة. This is very important event. هذه المسابقة تعد فرصة جيدة لتأهيل الطلاب ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التدريب والتعليم المهني في مصر في إطار التطوير الاقتصادي والاجتماعي، والذي سيساعد وبشكل كبير في دعم قطاع السياحة. شاف المستقبل من إحدى الأنشطة اللي بتركز جدا على تنمية مهارات طالب التعليم الفندقي، وإزاي نأهله لأنه هو يدخل سوق العمل جاهز بمهارات عملية، مهارات فنية، وطبعا أهم حاجة المهارات الحياتية اللي يقدر يجذب بها صاحب العمل. بعض هؤلاء الطلاب قضوا فترة تدريبية في بعض فنادق البحر الأحمر لاكتساب الخبرات على أرض الواقع. ربط هؤلاء الطلاب بسوق العمل من خلال تلك المسابقات وأمر يعزز من أهمية التعليم الفني في توفير العنصر البشري للقطاعات الحيوية في الاقتصاد القومي. أشرف مبارك، النيل. مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر دايما مصر.
تحيا مصر 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 دايما مصر تحيا مصر 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 تحيا مصر أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر والغيطان تطرح بنادر أمي فنان هلي راسي عقدلولي وسني باسم قلب أخضر في مواسم مصري مصري تحيا مصر مصري مصري دايما مصر 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 تحيا مصر مصري 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 تحيا مصر أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل ينطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح سينا حي على الفلاح مصري مصري تحيا مصر مصري مصري دايما مصر 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 تحيا مصر مصري 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 تحيا مصر مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا وخلونا نروح لمتابعتنا اليومية للطقس ودرجات الحرارة معنا على الهاتف الدكتور إيمان شاكر خبيرة الأرصاد صباح الخير يا دكتور إيمان صباح الخير أستاذ محمد وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بيك عايزين نطمن من حضرتك بقى النهاردة على أحوال الجو وخصوصا أن في شوية استقرار ملاحظينهم من امبارح فعلا في استقرار في الأحوال الجوية في تقريبا اعتدال في درجات الحرارة يعني في ارتفاع بحوالي درجة أو درجتين عن الأسبوع الماضي فنقدر نقول ان الجو بيكون مائل للدفء اثناء النهار لكن طبعا مازال بارد في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح الباكر ايضا في سبوره خفيفه بتكون موجوده في الصباح الباكر على الطرق الزراعيه لكن ما بتاثرش على حركه المرور في سحب منخفضه متوسطه موجوده طبعا على شمال البلاد والامطار هتكون على السواحل الشماليه فقط للبلاد زي اسكندريه مطروح بورسعيد العريش رفح لكن بالنسبه للدلتا والقاهره وباقي الانحاء مفيش امطار ان شاء الله الرياح طبعا معتدله على معظم الانحاء بتنشط على السواحل الشماليه فقط وده بيؤدي لاضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط وارتفاع الموج بيصل لثلاث امتار على البحر المتوسط اما البحر الاحمر فهو معتدل تماما ومهيئ لكافه عمليات الصيد والملاحه. تمام طيب عن درجات الحراره المتوقعه النهارده يا دكتور ايمان؟ بالنسبه لدرجات الحراره القاهره 21 درجه السواحل الشماليه اسكندريه مطروح من 19 ل 20 مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 21 ل 22 وجنوب الصعيد قنا والاقصر واسوان وحلايب 30 من 22 ل 23 درجه. تمام بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره ايمان شاكر خبيره الارصاد الجويه كنت معانا على الهاتف شكرا ليكي جدا. طيب خلونا نكمل اخبارنا ونروح لسوريا. سوريا بعد الدمار وسنوات الحرب ومقبلين على أعياد الميلاد والعام الجديد وبتعود الروح مع احتفالات عيد الميلاد للعاصمة السورية بعد 7 سنوات من الصراع المدمر شوارع العاصمة دمشق زينت بأضواء ساطعة والسكان المحليون بالتأكيد يشعرون بالامتنان والسعادة لرؤية مدينتهم بهذا الشكل لأنه كان من الصعب تصديق أن الصراع في سوريا كان يدور في نفس هذه الشوارع حتى وقت قريب. السنة دي تم تزيين المتاجر والشوارع في دمشق بأضواء ملونة وشخصيات سانتا كلوز وبيتسوق الناس في عيد الميلاد في الأسواق المنتشرة في كل أنحاء دمشق و يشكل المسيحيون السوريون حوالي 10% من سكان سوريا والبالغ عددهم حوالي 20 مليون نسمة.
من سوريا نروح لليونان والعاصمة أثينا، ومواطنيها خرجوا للتمتع بأجواء عيد الميلاد اللي بدأت بإضاءة شجرة كريسمس بالآلاف من اللمبات الملونة. وبالرغم من الأمطار الغزيرة التقط المواطنون العديد من الصور أمام شجرة الكريسمس العملاقة وهم بيحملوا المظلات الملونة لتحميهم من هذه الأمطار. الأمطار ما منعتش أيضا فرقة موسيقية من أنها تعزف المقطوعات والأغاني الخاصة بأعياد الميلاد، وده أضاف بالتأكيد جو كبير من البهجة والسعادة على كل الحاضرين. أيضا في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد أقام الممثل البرازيلي المشهور سيلفيو ريبيرو أقام فصل دراسي مخصوص لتعليم مجموعة من السيدات والرجال اللي بيرغبوا في العمل كسانتا كلوز في موسم الأعياد. هذا الفصل الدراسي ما بيقتصرش فقط على التعليم لأول مرة، ولكن أيضا بيتضمن ثقل مواهب اللي عملوا قبل كده كسانتا في أعياد الميلاد. وبينتشر الحقيقة في موسم الأعياد سانتا في المحال التجارية والسوبر ماركت في جميع أنحاء البلاد، وبالطبع بيمتد أيضا للحفلات العائلية. بيتم تعليم المشتركين كيفية وضع المكياج بشكل صحيح وإزاي بيتم التعامل مع الأطفال والكبار من أول النداء بالنداء الشهير لسانتا كلوز هو هو هوز وحتى توزيع الهدايا. وصلت للفلبين أمس أجراز كنيسة كانت أخذتها القوات الأمريكية باعتبارها غنيمة حرب قبل أكثر من قرن، لتنتهي بذلك مساعي مانيلا لعشرات العوام من أجل استعادة بعض أشهر رموز مقاومة الاستعمار الأمريكي في الفلبين. وهبطت طائرة شحن عسكرية في قاعدة جوية بمانيلا حاملة أجراز بالانجيجا، وكان 2 من الأجراز معروضين في قاعة جوية في وايومينغ، بينما كان الثالث في متحف للجيش الأمريكي في كوريا الجنوبية. وبتأتي إعادتها إلى الفلبين بعد جهود كبيرة بذلها رؤساء سابقون ومؤرخون أيضا لسنوات، ووسط رفض من محاربين قدامى ومشرعين في وايومينغ عارضوا تفكيك تذكار حرب ما أدى لسن تشريع يمنع نقلها. وبيقول مؤرخون أيضا أن الأجراز قرعت منذرة ببدء الهجوم المباغت على القوات الأمريكية اللي ردت بتنفيذ مذبحة سقط خلالها قتلى من النساء والأطفال في الفلبين. وفي العام الماضي تعهد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بأن يسعى جاهدا لإعادة الأجراز اللي طالب بها دوتيرتي أثناء خطابه السنوي للأمة. روح لروسيا وتحديدا العاصمة موسكو اللي يقيم فيها عرض أزياء تحت عنوان الجمال الناضج، ولكنه اقتصر فقط على الجدات ليطفي بهجة على مدينة تتسم بالجدية عادة. شاركت في العرض سيدات بينبضن بالحيوية ولكن سنهم فوق 50 وارتدوا ملابس النوم وبدا عليهم بوضوح الاستمتاع بالمشاركة. منظمة الحدث قالت أن العرض بيختلف عن غيره لأنه بيركز على العارضات أكثر ما بيركز على الملابس، وبدأ تنظيم عرض أزياء الجدات في عام 2014 وبعدها تحول لحدث سنوي وبيهدف لإشعار المسنات بالارتياح إزاء التقدم في العمر. وبينظم موقع إلكتروني معني بشؤون المسنات هذا الحدث واللي بيحظى بدعم من عدة مؤسسات خيرية روسية. لسه بنتابع أخبار كبار السن، ولكن هذه المرة مش في عرض أزياء ولكن في مغامرة
صعبة وفريدة من نوعها قامت بها سيدة عجوز بتبلغ من العمر 102 عام وسجلت رقم قياسي لتصبح أكبر معمرة تقفز بالمظلة من ارتفاع 4000 قدم. إيرين أوشيا وهو اسم هذه السيدة العجوز قفزت بالمظلة من ارتفاع 14000 قدم من أجل حملتها الخيرية واللي بتجمع فيها الأموال لمعالجة مرضى الجهاز العصبي ونجحت حتى الآن في جمع أكثر من 12000 دولار. وهبطت المسنة الأسترالية بنجاح وعانقت عائلتها اللي كانت في انتظارها على الأرض. خبر آخر من ألمانيا وبطريقة غريبة ومميزة قررت بلدة فريدبرغ الألمانية إحياء ذكرى ملك الروك أند رول الراحل ألفيس بريسلي واللي أمضى فيها فترة خدمته في الجيش الأمريكي وكان من خلال إشارات المرور. وضعت البلدة الألمانية 3 إشارات مرور لا تتحول للونين الأحمر والأخضر بصورة طبيعية ولكن بتظهر ظلال على هيئة بريسلي وهو بيؤدي حركاته الراقصة الشهيرة. وكان بريسلي من أشهر نجوم العالم على الإطلاق أواخر الخمسينات والستينات من القرن الماضي وخدم في الجيش الأمريكي في الفترة من 1958 وحتى 1960. وكانت القاعدة اللي خدم فيها بريسلي موجودة في فريدبرغ ولكن السلطات سمحت له بالإقامة خارج القاعدة مع والده وجدته. طور مهندسون في مجال الطب الحيوي تطبيق للهواتف الذكية بيكشف عن الأنيميا بدل من اختبارات الدم التقليدية. بيستخدم المهندسين التطبيق على صور أظفار الشخص واللي تم التقاطها بواسطة الهاتف الذكي لقياس كمية الهيموجلوبين الموجودة في الدم بدقة. وقال أستاذ الهندسة الطبية الحيوية في جامعة إيموري إن هذا التطبيق بيعد تطبيق مستقل متساوي في دقته مع الاختبارات التقليدية المتاحة حاليا دون الحاجة إلى أخذ عينة الدم من المريض. وأكد الباحثين أهمية التطبيق الجديد في تسهيل الإدارة الذاتية للمرضى اللي بيعانوا من فقر الدم المزمن واللي بيسمح لهم بمراقبة مرضهم وتحديد الأوقات اللي بيحتاجوها لضبط علاجاتهم أو تلقي عمليات نقل دم وربما الحد من الأثار الجانبية أو مضاعفات إجراء عمليات نقل الدم. ومن المتوقع أن يكون تطبيق فقر الدم الذكي متاح تجاري للتحميل العام في وقت مبكر من العام القادم. آخر أخبارنا النهاردة في جولتنا في هذا الصباح هيكون عن الصحة وأعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن زيت الزيتون المبكر له فوائد صحية كبيرة ونصحت بتناول معلقتين صغيرتين من زيت الزيتون البكر الطازج يوميا. وأكدت إدارة الغذاء الأمريكية أن زيت الزيتون له فوائد طبية لا تقدر بثمن وأكدت ضرورة أن يكون زيت الزيتون بكر ويحفظ في درجة حرارة بين 14 و18 درجة مئوية وفي آنية غير شفافة. أفادت نتائج بحث أجري في إيطاليا بأن بعض الدهون ومنها زيت الزيتون بتحتوي على العديد من العناصر الغذائية زي أوميجا 6 وأوميجا 3 كما أن ليه مزايا صحية رائعة وبيحول دون الإصابة بأمراض القلب والسرطان وبيقلل من مخاطر الإصابة بالنمط الثاني من مرضى السكر. مشاهدين الكرام دي كانت مجموعة من أخبارنا ولسه مكملين معاكم حلقة النهاردة من هذا الصباح. فاصل قصير يأتي بعدي الزميل محمد عبد الحكم ومعه باقة من أخبار الرياضة ونرجع لكم بعدها لمتابعة حلقتنا في القوة معنا.